مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. هذا درسنا 24، يعني الدرس ما قبل الأخير من سلسلة تعلم اللغة الألمانية. في هذه الدروس الأخيرة نركز كثيرا على الاختبارات بحيث نختبر أنفسنا أين يوجد النقص. في هذا الدرس سوف نشتغل على رسالة. كيف تكتب الرسالة باللغة الألمانية؟ كنت عملت لكم 4 رسالات متواجدة على صفحتي، يعني على قناتي في اليوتيوب، كتابة الرسالة مارو، يمكن أن تبحث عليها في اليوتيوب وسوف تجدونها. في هذا الدرس أحضرت لكم رسالة رائعة من اختبار سوف نشتغل عليها مع بعض. الدرس المقبل 25 سيكون آخر درس من هذه السلسلة. لنبدأ على بركة الله أحبائي. هذه سلسلة دروس تعلم اللغة الألمانية مع مارو دوتش ليرنن من مارو، الدرس 24 والما قبل الأخير من سلسلة الآينس، وبذلك نكون قد انتهينا من الآينس. نعرف كل شيء. صفحتي على الفيسبوك هي مارو فيلد، اعملوا لها إعجاب كي يصلكم دائما الجديد. مجلة خاصة بكم فيها جميع المعلومات عن ألمانيا، الحياة في ألمانيا، الدراسة، الشغل، الأوس بيلدونغ واللغة، مارو فيلد نقطة نت، أنصحكم بزيارتها. قناتي على اليوتيوب هي مارو فيلد شو، وكالعادة كل يوم أربعاء بث مباشر الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا على اليوتيوب، وهذا أعمله فقط لكم أنتم أحبائي. هذه رسالة أحضرتها لكم من أحد الاختبارات، أتمنى أن تكون يعني تظهر الصورة بشكل جيد لكم أعزائي. هنا يوجد شخايبن زي أين إيميل، يعني اكتب ايميل، هذا هو الايميل، ستكتب ايميل. لا تنسى الانغيد، يعني الانغيد هي سيدي سيدتي. انغيد، اكتبوا ايضا دانك، تشكرون الشخص. نيشت كومن، يعني هذه رسالة اعتذار، بحيث انك ستقول بانك او بانك لن تحضرين الى الموعد، يعني من 27 الى 6 إلى 13 7 أنت متواجدة أو أنت متواجد بأورلوب إن دوتشلاند، برلين، هامبورغ، غروس. يعني أنت أو أنت جاءتك دعوة، هذه الدعوة سوف تكتبون رد، سأشرح لكم الرسالة وبعد ذلك توقفون الفيديو وتقومون أنتم بنفسكم بالإجابة وبعد ذلك تتممون الفيديو إلى الآخر. إذن الدعوة التي جاءتنا هي ليبه فروند، ليبه ناخبان، wir laden euch alle herzlich ein. Sommerfest, Samstag, 29. Juni, ab 20 Uhr. Bitte Stuhl und Glas mitbringen. Maria und Klaus. إذن ماريا und Klaus كتبوا رسالة لك وقالوا ليب فخند، أعزائي الأصدقاء، ليب النخبان، أعزائي الجيران، فيلادن أويش ألي هيرتسليش أين، نحن ندعوكم بكل من صميم القلب، يعني دعوة إلى زوما فيست. زوما فيست هو حفلة فصل الصيف، زوما فيست. سأكبر لكم، نقوم بتكبير هذه كي تظهر لكم بالشكل الجيد. نعم. زوما فيست. أين لادن، ندعوكم، ندعوكم هيرتسليش من القلب، ألو كلكم إلى زوما فيست. زامستاغ 29 يوني، يعني زامستاغ فيش من شهر يوني، ابتداءً من 8 مساء. بيت شتول und glas mitbringen. بيت شتول، شتول هو الكرسي، يعني من فضلك أحضر معك كرسيك، und glas وكأس، يعني الشخص يحضر معه كرسي وكأس. mitbringen هي أحضر. الجواب، يعني أنتم، قام ماريا und glas بدعوتكم إلى حفلة زوما فيست. أنت أو أنت ستكتبون الآن رسالة اعتذار.
بحيث لا تكتبوا في هذا الإيميل اعتذار تقولون بأنكم لن تستطيعون القدوم لأن عندكم عطلة أو رحلة أو زيارة إلى ألمانيا، زيارة إلى برلين وهامبورغ من 27/6 إلى 13/7. إذا أحبائي حاولوا إيقاف هذا الفيديو وأنجزوا هذا التمرين وبعد ذلك أتمموا معنا الفيديو. أتمنى أن تكونوا الآن كلكم قد قمتم بإنجاز هذا التمرين، الآن سوف نقوم بالجواب. إذا هذه هي المعلومات التي عندنا، أتمنى أن تكونوا كتبتموها في ورقة، والآن سوف أقوم بالجواب إن شاء الله. إذا الجواب يكون على الشكل التالي، يقول الشخص، لحظة واحدة سأكبر الخط، أعمله بالخط الكبير. إذا تقول هالو ماغية، مثلا هالو ماغية، أنت ما اسمه هو؟ أنت كلاوس، هالو ماغية أنت كلاوس، كلاوس، وتعملون فاصلة. أو تكتبون ليب ماغية، يعني عزيزتي ماغية، أند ليبا كلاوس، أو وعزيزي كلاوس. البنت تكتبون لها دائما الإي ليب ماغية، والرجل تكتبون له ليبا كلاوس. بعد ذلك سأصغر الخط شيئا ما كي نرى الرسالة هكذا. إذا ماذا نريد أن نقول في البداية؟ نريد أن نشكر، دائما نشكر، سنقول بما أنه عملنا هنا فاصلة، فإن بداية الجملة في الرسالة تكتب دائما بخط صغير. دانك فور دي أين لادون، شكرا على الدعوة. دانك في دي اين لادون، الدعوة هي دي اين لادون، الدعوة. ترجع إلى السطر وتكتب لايدا، للأسف لايدا كان إيش نشت كومن، للأسف لا أستطيع القدوم. لماذا لا تستطيع القدوم؟ تتمم إيش فاغ فوم من 27 متى عندنا الصفرية 27 6 نعم 27 6 يعني يوني فوم 27 6 يوني بس دغايت سينتا نقطة يولي ناخ دوتشلاند، يعني سوف أسافر من 27 من يولي إلى 13 من يولي ناخ دوتشلاند. يوني هو الشهر السادس ويولي هو الشهر السابع في السنة. إيش أوبس آسف إيش جي، تقول له في الرسالة قالوا لنا بأننا سوف نذهب جي ناخ برلين وهامبورغ، وبعد ذلك نقول لهم مع السلامة، يعني شكرا، تقول تنهي الرسالة. إذا إيش جي ناخ برلين أوند هامبورغ، وتنهي المقال وتقول أليس gut und ein tolles Fest، يعني alles gut، أتمنى لكم كل شيء جيد وحفلة رائعة، ein tolles Fest، وتنهي المقالة ب liebe Grüße، وتكتب اسمك مار.
وهذه تقريبا الرسالة التي أنصح دائما بكتابتها. ركزوا أنتم هنا على حسب السؤال، لكن هذه الأمور دائما حاولوا أن تعملوها. اعملوا أحسن فقط هالو من غير ليب أو ليبا، اعملوا فقط هالو. هالو هذه تركزوا عليها دائما في رسالتكم. إذا دعاكم أحد تكتبون له في البداية دانك، تشكرونه على الدعوة. ركزوا أيضا على هذه الجملة واحفظوها، بأنك لا تستطيع القدوم لايضا للأسف. هنا تكتبون ما يطلب منكم مثلا في النص، سنعمله بلون آخر مثلا. هنا تكتبون ما يطلب منكم يوم الاختبار، وهنا أمور أخرى تحفظونها، بحيث أنك دائما تقول أليس جوت und ein tolles Fest إذا كان في الاختبار دعوة لحفلة، ولي بغروس مارو تكتب هنا اسمك، لا تكتب مارو. إذا كان اسمك أحمد اكتب أحمد، إذا كان اسمك مريم اكتبي مريم إلى آخر. يعني هذه رسالة جميلة أحبائي، على هذا النطاق تكتب الرسائل باللغة الألمانية. أتمنى أن يكون هذا الدرس قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه الشيء الكثير وقربكم شيئا ما إلى اللغة الألمانية. سأكون جد 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 شاكرا إن كتبت أي شيء أسفل الفيديو، عبرت عن شعورك، هذا سيزيد أيضا من تشجيعي أحبائي على أن أقدم لكم المزيد. الدرس المقبل، الدرس 25، هو آخر درس من سلسلة الآ1، ونكون بذلك الحمد لله قد انتهينا من الآ1، وبإمكانكم المرور إلى الآ2. أشكركم أعزائي، إلى اللقاء ومع السلامة، ولا تنسوا الضغط على لايك أحبائي. إلى اللقاء.